السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. نبداو بالصلاة والسلام على النبي محمد عليه ألف صلاة والسلام، ونقول لكم صباح الخير، صباح النور، صباح العافية والسعادة عليكم وعلينا وعلى أمة محمد أجمعين. اليوم بإذن الله راح ندير جناوح تاع الدجاج، نديروهم في الكوشة. لهاد الوصفة هذه لازمنا جناوح تاع الدجاج بيان سيغ، كوشروهم بلا ما نحكي هاد الحكاية، تشروهم، تنقيوهم، تشوطوهم، هذه هي. مع هاد باش نحمروا هاد الدجاج لازمنا مغرفه تاع الماكله نتاع العسل. عندي هنا حبيبه تاع البيض، هذا سكنجبير، كمون، كركم، سنينة الثوم، هذا بصل مجفف يعني بصل يابس، عكري، مغرفة تاع ماكلة تاع الموطارد، عندي شوية تاع الزعفران، لو بوبغ بلون يعني فلفل أبيض، وليزاب دو بروفانس اللي هما الأعشاب. والسر في هذا كامل لازمنا باكي تاع لا لوفور. هذه هي، نبداو نوجدو الجناوح تاعنا اللي يروحو للكوشة. نبداو بسم الله. هذه حبة تاع البيض هكذا، فوالا ندير لها هذا كيما راكو تشوفوا فيه سكنجبير، هذا بصل مجفف، فوالا ما نكترش بزاف. هنا الكمون، الدجاج كيما على بالكم يحب الكمون، الكركم، العكري، عندي مغرفة نتاع العسل هكذا، لا موطارد هكذا، الدجاج كامل كيما على بالكم يحب لا موطارد. واش مازلنا؟ مازلنا نديرو سنينة تاع الثوم نسكرفجهم، الدجاج يحب بزاف الثوم، يحب البصل، يحب سيغتو الثوم هكذا. بون انا درت ليكم باش يديان، بعد ما بعداك راح ندير زعفران شويه، اللون تاعو على بالكم يقعد في اليدين. مي نتوما في الدار ما عندكم حاجه، انا باسكو راني في لا فيديو، هذا ما كان هكذا، ما نحب ندير كلش بيديا هكذاك. الثوم يعني يديروا بزياده مليح، الثوم قد ما اللحم المحمر ولا الدجاج المحمر قد ما فيه الثوم يجي بنين، وما من ناحيه ما يقهمش. فوالا هذا هو نزيد هاد الحبيبه سنينه كما نقولوا حنايا، هانا هذا هو الثوم. نزيدوا له الاعشاب العطريه، هانا سبحان الله ما قدرتش نحلها، دوك نحلها بالخف. انا راني حليتها، الاعشاب تاني يجو هايلي، اللي ما عندكمش الاعشاب ديروا الزعتران، شويه تاع فلفل هكذا ابيض ولا اسود واش عندكم. عندي ندير مغرفه ولا زوج نتاع الخل الابيض، ما عندكمش الخل ديروا شويه، فوالا هاي قريب زوج راحوا لداخل. هذا يا باش ينحي مام الكهيم ما يقهمش للدجاج. والعسل اللي درناه، العسل الكاراميليز الدجاج يجي بنين، يتكرمل الدجاج يتكرمل بالعسل يجي بنين، يجي هايل. واش مازلنا؟ مازلنا باكي تاع لا لوفور، هاو لاسكيوس تاع هاد الدجاج اللي يجي بنين هو لا لوفور. ونزيد ندير زيت، فوالا هكذا، ديروا واحد ربع مغارف تاع الزيت ولا ديروا واحد النص كاس تاع الزيت هكذايا. دركا نخلط كلش، والملح ما نساوش بيان سور.
انا الحب الدجاج مالح على بالكم. فوالا هكذا دوكا نخلط كلش. ايه ونسينا الزعفران، هكذا هذا الزعفران نسينا. صافي شوفوا درنا الزعفران، الكركم، الخل، العسل، الفلفل الابيض، الاعشاب العطريه، الزيت، كمون، فلفل ابيض، لا موتارد، هذه هي العسل، الخل، هذه هي درنا كامل وكملنا الزعفران. دوكا ندير نخلط بيان هكذا. ما تنساوش حبه اي وحبه البيض بيان سور هي الصح. هكذا شوفوا ديجا لاصوص تاعو، شوفوا شحال شابه. هكذا بسم الله خلطنا كلش بيان ونرمي هاد الدجاج. هذا هاد الجنيوحات تاع الدجاج راح نديرهم بالرز. بديت لكم بلا مارينات قبل نتاع الدجاج، ومن بعد كي نخليه واحد زوج سوايع في الفريجيدار، نغطيه بالبابي فين ونديرو في الفريجيدار من بعد باش نوري لكم الرز اللي راني اللي راهو عندي. هكذا بيان كامل لازم تدخلو هكذا. هلا ولا ما تخافوش من العسل، ما تقولوش يجي حلو ولا ما يجي لا حلو لا والو، يجيكم هايل وكونطخيغ، يزيد الا البنه. وزيد درنا له الخل، دونك لا ما عندكمش الخل ديروا قارص هكذايا. دوكا نخلي ها هم شوفوا الجناوح كامل راهم معمرين، ها معمرين بلاصوص كامل اللي درناهم لا مارينات. هكذا دوكا نغطيه فوالا، ندير لكم شويه باش تشوفوا خير. نغطيه ونديرو في الفريجيدار واحد زوج سوايع باش نوليه ليه باش نطيبو. من بعد ما ريح الدجاج مليح في الفريجيدار خليته واحد زوج سوايع. دوكا راني جبت لو بلا لي روح للفوغ، نفرغ هادوك الجناوح كامل داخل هكذا. هاديك لاصوص كامل لي راهي داخل. الفوق تاعي راهو شاعله هكذا، نزربحهم كامل. هكذا باش يطيبوا لي مليح. هذيك الشويه اللي قعدت ندير لها مويه. ديروا واحد نص كاس هكذاك تاع الماء هكذا، تشلوها بيان كامل كامل وفرغوها لداخل هكذا. درك نديرها في الفوخ اللي قلت لكم راهو شاعل. هذا دوك تروح للفوخ. دوك نوري لكم الرز اللي عندي. شوفوا هذا الرز يتباع هكذا، يتباع محمص، راكو تصيبوه في المحلات ولا في لي سوبيغات او كاين. الا ماشي نتاعكم الا سطوه يعني عندكم الرز هذاك الابيض، تقدروا تحمصوه، ديروا له شويه تاع الزبده وتحمصوه في المقله تاعكم، تدوه وتردوه تدوه وتردوه حتى ياخذ لا كولور نتاعو. واش نديرو؟ نغليه شويه تاع الماء، شويه تاع الزيت، شويه تاع الملح ونغليه. دركا ندير قبل الدجاج في الفوغ. دوكا طاب لي الدجاج، شوفوا الله يبارك كيف طاب احمر طاب الشباب، راهو طاب زبده بهذيك لا لوفور اللي درتها عاونته في الطياب، ما طاليش في الكوشه بزاف، مي خليته حمار بيان كيما راكو تشوفوا فيه. هدايا الرز، هذا الرز بسمتيه باش تعرفوا. فوالا دوك ندير له شويه تاع الزبده هكذا. ندير له شويه تاع الزبده باش باش نديرو دوكا، نخلي هادوك الزبده تاعو باش نديرو دوكا في المرقه اللي تحمرنا فيها هادوك الجنيوحات. درك واش ندير؟ هذاك لاصوص اللي قعدت لي، شوفوا نتوما الا نشفت لكم شوفوا كش راهي، الا نشفت لكم زيدوا لها يا يعني كاس نص كاس ما، ولا زيدوا لها شويه ما باش يجيكم مليح. هذاك الرز شوفوا هذا البسماتي، تقدروا ديروا الرز تاعنا المفور ايتوفي هذاك هايل. بو هاد الزبده تكدوب لداخل في ديك المرقه، اكو تشوفوا
هكذا. قلت لكم ديروا هذاك الرز تاعنا هايل تاني اللي مفور. هكذا نخلطو مليح باش تدخلو كامل هذيك الصوص اللي داخل في البلا، ونديرو في الفوغ. هذه هي دوك قبل ندخلو في الفوغ. هذا هو الرز تاعنا. من بعد ما غلى لي الرز كيما شفتوني درتو شويه زبده ودرت ناحيه الدجاج من البلا اللي كان يتحمر فيه، هذيك المرقه كامل تاع اللي تحمر فيها الدجاج درت فيه الرز. يا خاني وريت لكم كل شيء تقدمكم. عاودت رديت الرز يشرب الداخل في السنيوه، رديته في البلاطو في الفوق حتى نشرب مليح، نحيته. من بعد هاني درتو هنا ودرت فوقه هذاك الدجاج. كما قلت لكم تحبوا ديروا رز بسمتي، تحبوا ديروا الرز تاعنا المفور يجي هايل. هذه هي الوصفه تاع اليوم، سهله خفيفه. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، ونتلاقاو في وصفات اخرى باذن الله. ما لي غنقول لكم الى الملتقى ان شاء الله.